أهلا وسهلا، أمل سهليبي من تونس، عمري 25 سنة. هلأ عم بنظم المواعيد تبعي على اللابتوب كل يوم ويومه، يعني كل يوم رح شو رح أعمل، وأت ذا سيم تايم عم بحضر السي في عشان أقدم لبعض الشركات. أت ذا سيم تايم عم أشوف أنا هي الفرصة اللي أحسن من الأخرى. يعني بنصح أي بنت إني تعمل نفس الشيء اللي أنا عم بعمله هلأ، يعني تحضر جدول سكاجول كل يوم، المواعيد تقسم وقتها شو رح تعمل اليوم، كل يوم بيومه، إيفن الويكند يسهل علي الموضوع في أسبوع كامل. ورح أعمل تشيك للإيميل تبعي أشوف مين اللي من الفرص اللي قدمتهم رجعولي بالإجابات. بنصح أي بنت، أي متابع، إنه يعمل نفس الشيء اللي أنا عم بعمله هلا، يعني يتسهل عليه الحياة على الآخر. يعني كل يوم حتى إذا نسيت نجم تعمل تشيك للسكاجول اللي عندك في اللابتوب، وهيك بتكون إيزي بيزي، إيزي ستيبس تو دو. إجا وقت ترتيب الثياب، لازم أقسم وقتي. أكثر الوقت وقت فراغي بنظم فيه ثيابي، ما في ماما مشان تساعدني. من أهم المسؤوليات إنك تعيش لحالك، تكون بيتك مرتب وثيابك مرتب.
الو هاي يلا لاباس تمام امورك الحمد لله اش عامل هاني كل عادة ندور من بلاصة لبلاصة على وجه على خدمة ربي يوافق تمام عيش ما توحشتك يما قد كنت رأينا قد ليه زادة مستحشتك لك شو نجيب أحذية ربي سهل طالب طلع ما تبكيش هذا ما أنا مل ما تبكيش عايش بنتي مزيانة ما تبكيش هاي اخذيت شتهيتك صبات او حتى بقدرة ربي تلقى خير صعيبة يما تقعد تلوج من بلاصة لبلاصة الفلوس وفيد ربي سهلك وتلقى خدمة ماما ربي سهلك اما ما تبكيش عايش بنتي تعرف الفلوس اللي بعثتهم لي كل وفي وانا من بلاصة لبلاصة من الصباح للعشية وانا نلوج لخدمة ما هيش سهلة الحكاية كيما في بالي ما تبكيش هاي دمال ما تبكينيش معاك بيبي بيا تو نكلمك شوية أخرى مزينك مزينك هاي ما تبكيش على البنت جاب حدايا والله على الأقل عندي حدايا يا ميت إن شاء الله ماما إن شاء الله بيا تو نكلمك أنا من بعد عايش بنتي ما تبكيش عايش بنتي مزينة ما تبكيش أكيد عم تتسألوا كيف اشتريت بس جزر لأني لدي المستلزمات من الأسبوع الماضي سو هاي الوصفة كمان ما بتتكلف كتير مثل أي وصفة خلوكم معايا رح تكون وصفة كتير مشوقة وهيلثي طبختنا اليوم كتير سهلة وما بتاخد كتير وقت سلطة أرز أبيض المكونات موجودة عندي كل المكونات موجودة عندي بالمنزل اشتريت إلا الجزر So, هلأ رح أقطع الخضرة بش تكون مالحة شوي فلفل مالح الجزر رح ملحه أكتر الزيتون So, خليكم معي
الأرز على النار، الخضرة حاضرة ومقطعة، يعني الطبق متاع اليوم اللي هو سلطة أرز قرب يحضر. خليكم معي شم في ريحة بنينة كتير لذيذة. وهيك بنكون وصفتنا خلصناها لليوم. طبق كتير لذيذ ما بيتكلف كتير مثل العادة، مكوناته كتير سهلة، اللي هو سلطة روز، فيه روز، بيض، فلفل، طماطم، زبدة، فلفل أكحل، كبر ما أعرف كيف يقولوله، ملح وتوابل تونسية وميس ذرة. إن شاء الله تكون عجبتكم الوصفة وتقديم الوصفة. استنوني في وصفة جديدة. هيك بتكونوا خلصتوا معي يومي من الصبح لوقت النوم. فضل اني بقرا كتاب قبل ما انام مشان ارتح اعصابي. تكونوا خلصتوا معي مشوار يوم كامل. بنتظركم في حلقة جاية. Good night.